الله ان شاء الله معانا تجربه السيبرت جنريتور. بوصل ملفات الارميتشر مع فولتميتر، وبوصل ملفات المجال عندي بتكون من مصدر دي سي خارجي ما بتوصلش مع ملفات الارميتشر. اول حاجه بقوم اوصل فولتميتر بيتوصل مع ملفات الارميتشر بالشكل ده. النقطة التانية للفولتميتر بوصلها مع ملفات الأرمتشر بالشكل ده. وزي ما احنا عارفين ان الآلة السبرت عشان اوصلها لازم بوصلها بالمين كويلز، والمين كويلز عندي هي بتبقى دايما ملفات الشنط. عشان اوصل ملفات الشنط اوصلها بمصدر دي سي خارجي عندي، اوصل من مصدر الدي سي على اول نقطة عندي في بدخل فيها على الاميتر زي ما هو واضح في الرسمة على نقطة الاميتر، وبطلع من النقطة التانية للاميتر، النقطة التانية للاميتر ووصلها على ملفات الشنط. ملفات الشنط عندي هنا اللي مكتوب على اي واحد واثنين، وبقفل الدائرة بتاعتي برجع من النقطة التانية لملفات الشنط على النقطة التانية للمصدر الجهد الخارجي بالشكل ده. كده تم توصيل الآلة بشكل سيبرت. ناقصنا بس توصيل البرايم موفر اللي هو موتور بطريقة الشنط، وهي فيها بطلع من مصدر الجهد الدي سي على الأميتر بالشكل ده، وبطلع من الاميتر النقطة التانية للاميتر، بدخل فيها على ملفات اول نقطة في ملفات الارميتشر بالشكل ده، برجع من ملفات الارميتشر عندي على المصدر بالشكل ده على ملفات الارميتشر بالشكل ده. طبعا ما ينفعش اعمل كده بس عشان بس قصر السلك فمعلش. بوصل ملفات الشنط معايا على التوازي بالشكل ده. ولسه لي بس الفولتميتر هيتوصل معايا على التوازي مع المصدر بالشكل ده. وبكده يتم توصيل الآلة السيبرت في حالة النو لودنج. هنا مفيش معايا أحمال، هنا أنا وصلت الآلة في حالة النو لودنج.